ابدأ صغيرا وشاهد نفسك تكبر. يعني شاحنة متنقلة حق الأكل أو السويت أو الكوفي. كلمنا #food101 على الانستغرام وافقوا وبس روح نجرب يلا. من الذكاء لما يكون عندك شاطئ ما في شيء خالي ابدا ما حد يله، فتحط فيه شنو؟ تجمع كل الفود تراكس اللي في البحرين، تسوي لهم مكان معين، فشيء طبيعي انه يمتلي الشارع بالناس والعوائل وتصير في فعاليات. الشغل كله بيكون اليوم هني. الحين احنا متواجدين في الفود تراك، زين انا اليوم بجرب الفود تراك شلون، بشوف ردة فعل الناس شلون تعامل معاهم، لان انا ما قد مره جربت يعني فود تراك. فانا اليوم جاي معاي فرح وامنة جناحي، خصوصا انهم بنات يعني فيساعدوني، بس للاسف عرفت انهم ما عرفوا يطبخون. فمعنا واحده اسمها فوز برويكم اياها الحين تعلمنا. شسوون؟ عندنا فوز صاحبة التراك، بتعلمنا اليوم شلون؟ ايه عندك شمون، انا ماني شغل، انا ماني شغل، ما اعرف المور. طبعا ولا مرة دشيت مطبخ، هاي اول مرة ترى. انا اعيش برا يعني اسويش، لا والله يا لا تهدف، بس اوكي يعني حاول يعني اسوي كورنفليكس جلتنا لناس. زين وعندي نوع ناس يعيبهم يشتغلون قاعد يصورون. يلا ما عليك جبوه استنسي على كل هذه الشباب. هذا ويكم شغلنا يعني صوص يعني باستا chicken. اول اوردر حق اول كاستمر. يومي هذه سمسه. اوكي هذه سمسه. والله لذيذ، انا ما اعرفها ولا احب ولا لا ترى وايد حلو. صدق ترى جربناه احنا. كم زين؟ يلا بالعافيه بالعافيه. انا بلا انا اللي سويت لي شغل بس يعني ما لي شغل. ثلج قليل من النبي من ال which one؟ ها شلون؟ ثلج ما يبي زين 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 زين. احنا متمللين لان ما في كاستمرز، فقاعدين نصبر ننطر احد يجي. ما في احد. تعال يا غلط كلها هناك عندهم. تعال يا جاي تعال. فعالية. اوكي. يعني سهلة لنا. كنا بوك معطيك انطراد وقاعد تصيح حلي. وين حال؟ خليكم بس. صاير وايد ضيق. يعني شوفوا الكاستمرز يجون من هني. زين احنا ندش من هني. هاي فرق. We'll be right back.
الأطفال وهم التواجد عندهم. بس تعب. بإذن الله دقائقنا الآن وراح نبتدي معاكم فعاليات ومنتجات. تعب. كفود تراك شنو يفرق عن المحل العادي مثلا أو المطعم العادي؟ إن المكان وايد صغير وزحمة، إحنا ثلاثة قاعدين داخل مكان هالكبير. زين؟ كلنا قاعدين نشتغل في نفس الوقت قاعدين نتعاون، فأحس إنه وايد صعب إن إحنا نتحرك مكان لمكان وكل شيء في مكان ثاني. بس يعني it's worth the try. وحدا برنامج حدا يسوى اللي قاعدين نسويه. وناسة 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 وناسة. سلام. عن نقطتين بتكلم فيهم. النقطة الأولى هاي أول تجربة من سلسلة تجارب حمادة على اليوتيوب، إن شاء الله في تجارب قادمة قوية وفي فيديوهات قادمة إن شاء الله. إذا كنت حاب تدش في مشروع الفود تراك أو صناعة الفود تراك بشكل عام، في حساب بحريني اسمه It's on Wheels على الانستغرام يقدر يساعدك في صناعة الفود تراك والتجهيزات اللي داخل. النقطة الثانية، تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام وعلى سناب شات. على الانستغرام أنزل صور وفيديوهات، وعلى السناب شات أغني مثل ويشك جوي عليه غبار، ما هو في غيبتك صافي. وبس على اليوتيوب في موجود تحت شيء أحمر اسمه سبسكرايب، اشترك في القناة، اضغط عليه إذا ما كنت ضغط عليه، وعطني لايك. باي.